مرحبا بابا. بيك. بس عليك؟ عايشك. نتعرف عليك؟ مرحبا. شو تعمل؟ انتريتي. انتريتي. قديش من عام اليوم انتريتي؟ 13 سنة. تعدوا فيسع؟ تعدوا فيسع مع الكوفيد، تعدوا فيسع. مع الكوفيد؟ مع الكوفيد وثورة تقريبا شوية فيهم هكاك ولا؟ ايه. شنو كنت تخدم قبل؟ نخدم في الصناد وزارة الفلاحة. احنا مشكلتنا الماء في تونس فلاح اليوم. شنو علاش المشاكل الاساسيه؟ علاش ولينا نحكيوا على نقص المائده المائيه؟ تقولوا شبي الفلاحه في تونس مش ماشيه، يقول لك المائده الماليه والجفاف وكذا. لا اله الا الله، هذاك شيء من عند ربي، وهذا العلماء نبهوا عليه من السبعينات، قريتها في السبعينات مش ونستهزوا به. ها وصلنا له. أكيد كل شيء بيد ربي سبحانه وتعالى، ولكن الحلول العلم، ربي بعث العلم، بعث العلماء. اليوم علاش وقفنا نتاع انه عندنا جفاف، عندنا في بلاصة انه نعملوا على كيما الجوتا جوتا هذيك نتاع الاقتصاد في الماء كيما غيرها، فما برشا حلول اليوم باش نجموا نرجعوا نزرعوا اراضينا. اليوم نشوفوا اراضي بالهكتارات، اراضي دولية مسيبة هكاك. هي بالنسبة للاراضي الدولية من وقت الماء ومن وقت برقيبة ومن وقت الكل هاملة، مش توا برك في عمري أنا نعرف هاملة وندور، تعرفي أنا ولد اللي دار الصناد ندور ونشوف، مش شيء جديد. هي توا يقول لك الجفاء أسباب وكاو، أما قبل وين؟ كما وقت الماء تقول هكا بصبعك يطلع الماء، مش يقعد يلوج. هل الدرجة ذي فما خطورة انه ما فما اليوم البير الارتوازي يقول لك حل للدرجة هذه؟ معناها مشددين على الاخر في الرخصة بتاع البير الارتوازي، يأثر على الارض اللي في جنبه، يأثر على الفلاحة اللي في جنبه. يأثر على البير الارتوازي لو ما عنده سماء ابسط ابسط واحد 50 متر و 100 متر وثم يوصل حتى 150 متر البير الارتوازي، لو مش باهي البير الارتوازي كيتحل شوف الاحواز والكل يمشوا ليه هو. على قداش من كيلومتر هكاك ولا من 100 متر يمشي البير؟ عقد ما هو شايح البير عقد ما هو يجي للماء، حتى اللي يشيح الكل. ما شنو البديل اليوم؟ شنو شنو الحلول؟ بتاع البحر، تصفية البحر. وان شاء الله ربي يفرجها وكو يا بنيتي. اكيد. ان شاء الله. انت بما انك متقاعد من الصناد، واليوم الصناد فيها برشا تشكيات، مواطن تونسي يقول لك الفاتوره غاليه، فاتوره الماء غاليه. ثم فاتوره الماء غاليه يقول لك غاليه، هو يستحفظ. لازم يستحفظ، المواطن يستحفظ. يغسل لك صحن ب 20 لتر ماء. معروفه نعرف، عندنا ديار وعندنا خاصه الصغار حل. هذا نحكي لك على الاستعمال الدياري. ما خلي عادك لافاج وخلي كل عادك حتى اي محبس نتاع واحد ياكل لك الماء. موا 2 لتر بار موا بار جو. باش نقول لك انا، انت خدمت في اداره ولا خدمت في المراقبه نتاع الكل؟ في الاداره. كانش عندك علاقه بالمواطن مباشره؟ لا ما عنديش. هل كان عندك اختيارك انت انك تخدم في الاداره ما تكونش انت مثلا من المراقبين؟ اختيار الاداره، مش ما يرجعش للشخص للموظف، يرجع للاختيار الاداره. اليوم كيما سونات كيما ستيك اللي موظفين تابعين شركه الكهرباء والغاز ما يدفعوش الضوء الماء، هل انتم تدفعوا؟ بالنسبه للسونات عندك كل 3 اشهر تجيك يجيك مبلغ، يجيك فاتورة، لكن يجيك مبلغ خاص بك، تاكل ب 100 تاكل ب 200 انت تخلص، يخلص كأي مواطن. تخلص معنا السونات؟ اي تخلص. علاش الكهرباء والغاز ما يخلصوش؟ هي كانت 69 68 كانوا مشتركين مع بعضهم. كانت اللي يخدم في الغاز والكهرباء والماء ما يخلصوش الاثنين. 69 تخرجت السونات وحدها. كانت ما تخلص من بعد تم خزابة على الالات كما قلنا. دارت فردية زعما. بالنسبة للس بالنسبة للسوناد خاصتها نعطيك مثلا 30,000 تريمس، وانت تجيك 100 خلص، تجيك 10 خلص، كأي هو الموت. اش معناها 30؟ فما تخلص وكان ديفيرنسا ولا؟
هكا تبقى ديجستاسيون هذيك يعني تجيك 30 في التريمست. لغه اخرى معناها عندكم شويه امتيازات مش كيما بر مش برشا كيما جماعه ستيك ما يخلصش بكل يهز فاتورته هكا هو يعلم عليهم هكا. اما بالنسبه للسند كانت زاد ما تخلص لكن كما قعدت فيها شويه فقط بها انا عملت الواحد. عم قديش قلت السند تبدلت الفاتوره هذه؟ من عام 70 71. نحكيو على السند والكهرباء والغاز والماء، على اي اساس سامحنا، على اي اساس ظهر لهم باش يفصلوهم على بعضهم؟ شنو اللي صار وقتها كمشاورات؟ كانت في عفف هذا فرنسا سامة ترافو بوبليك. وقتها الناس اللي يقول واحد بدأوا يفرقوا فيهم، كل اداره وحدها. بالنسبه للسند السند وزاره الفلاحه. وبالنسبه للستيك وزاره الاقتصاد. هكا هكا قسمه. كون كوا نوع من التنظيم معناها؟ تنظيم اداري. سي في عام المواطن كيما اليوم مثلا يقعد برشا ما يخلصش الضوء، غليت عليه ما عادش ينجم يسيطر، غاليه برشا اليوم. غليت عليه بنيتي ما عادش الواحد يسر مع المعيشه. مع اللي جيت عنده صغيرات ما يتنفس. هذا اللي شاريته من مليون ومليون ومئتين هكاك. هذا كي يتنفس بدا بالسيف تشوفي واحد ياخذ في 300 و400 شهر ولا نتريد ياخذ 200 وثلاثة اش باش يعملوا؟ شنو موضوع الانتريت عامل بوليميك اليوم. تصريح المدير العام الصندوق الوطني للتقاعد الاجتماعي هو تصريح سخيف سامحني خاطر ما نجموش نوصفوه بحاجه اخرى. قال ما عملناش حسابنا المتقاعدين ارتفعت نسبة أمل الحياة عندهم. ولا أنت نعطيك حاجة أبسط حاجة حتى كنت نخدم يقص عليا أقل من يقص عليا وأنا أنتريت. قص اليوم؟ إيه قداش بابري يقص اليوم؟ أنا قصت درجة 400 وش قصص 400؟ إيه إيش خلوا لك مال؟ إيه خلوا لي برا العبش تحت. شفت اللي قلت لك أنا تصريح تصريح ملفت للانتباه تصريح غريب. قالك ما كناش نتوقعوا لهم اش بيكم قصيتوا من شهريات المتقاعدين. قالوا ما كناش نتصوروا ارتفاع امل الحياه عند الولاده بما معناه ما كناش نتصوركم تعيشوا. نعيشوا برشا نوالعوا كفرنسا نستوردوا الاعمار. لا جيلنا بالنسبه هو تو بالنسبه للجيل اللي انا بدا ينقرض بالواقع. اللي قبلي انا وجيلي انا نتاع الخمسينات بدا ينقرض ما عادش قليل دونك مازال حتى الجيل الجاي عمره مش كيما عمره كبير. ان شاء الله ربي والصحة ويجعل لها مخرج ويجدلنا للخير والبركه وربي يحمي تونس. ربي يمتعك بالصحه. عايشك بنتي.